بالنسبه للورش ديالنا راه غاديين بها 100%. العمل راه غادي بجد ان شاء الله متقدمه. كما قلنا راه هذيك برينسيبال الحمد لله راه ساليناه. درنا التغطيه ديالو ديال الاسمنت والدراكاج راه كملناه حتى هو لداخل البسان. راه دابا ان شاء الله باقي لنا لا بلوك باش نبداو لابوز البلوك ولي بونتمون هما اللي بقاو لينا. بالنسبه للتير بلان راه الحمد لله غاديين فيهم ان شاء الله. وبالنسبه للمشروع راه غادي مزيان الحمد لله، زعما غادي مزيان 100%. الناس كله راهم فرحانين بهذا المشروع، والناس اللي خدامين راه فرحانين، كل شيء راه غادي 100% الحمد لله. خدامين معنا دابا في البسان راهم الاجانب اللي في هذوك الباركوات اللي كيديروا لنا لا دراكاج ديال الصابل، راهم صبليونيين نقول البرتغال، هما اللي كاينين معنا دابا كيديروا التقنيين داك الشيء ديال الدراكاج وهذا. ومن بعد يجوا شي ناس اخرين، الناس اللي غادي يجوا دراكات اخرين ولي شالون داك الشيء غادي يجوا يكملوا لنا الخدمه ديال البسان. مشروع ميناء الصيد المهيريز هو مشروع تندرج ضمن الاستراتيجيه الوطنيه المينائيه افق 2030 تابع لوزاره الجيز والنقل، وكذلك هو جزء من مجموعه من المشاريع التي تم انطلاقها في المنطقه، منطقه جهة الداخلة والذهب. والأهداف الأساسية للمشروع هي أن تحسين ظروف عمل الصيادين المحليين، وكذلك تثمين المنتوج البحري بالمنطقة وخلق فرص شغل جديدة. وبالنسبة للأشغال كتشهد واحد التقدم جد كبير بفضل المجهودات المتضافرة لكافة المتدخلين في المشروع، وحنا في حوالي تقريبا 40% من التقدم ديال الاشغال. وكيتكون المشروع اساسا من حاجز الامواج الرئيسي بالاضافه الى حاجز امواج ثانوي، بالاضافه الى مجموعه من التجهيزات البحريه والمنشات البحريه التي ستمكن من استقبال تقريبا واحد 300 زورق صيد تقليدي، بالاضافه الى واحد 22 زورق كبير متوسط الحجم. ميناء الصيد بالمهريز سوف يتكون من حاجز رئيسي يبلغ طوله حوالي 400 متر لينير، بالإضافة إلى حاجز ثانوي طوله 125 متر، سيضم أيضا رصيف طوله 146 متر لينير، بالإضافة إلى أرصفة عائمة يبلغ طولها 325 متر لينير. الحوض مساحته حوالي 7 هكتارات تقريبا. فيما يخص القدرة الاستيعابية للميناء سوف يمكن من استقبال حوالي 300 زورق صغير، بالإضافة إلى 22 سفينة صيد كبيرة من نوع بارونغريي وسارديني. الثمن ديال الحوت غا شوية، خصنا الثمن ديال الحوت يزيد لنا شوية، الله يرحم الوالدين. راه هادشي على حساب الوقت ديال البحر، تتبير فيه هنا تيمشي ليك المداريان تيمشي ليك الخيط. ورا دابا الحمد لله كاين الضمان الاجتماعي، كاين لا كيس يلاه خدام دابا راه مزيان قدام ان شاء الله، راه هذا الشيء مزيان. هذا المرسال اللي جبنا الله يرحم الوالدين، هذا المرسال ديال الجديد غتنفعوا علينا في القدام. المرسال مزيانه البحريه فهمتي، وفيها الضمان الاجتماعي وفيها شحال من حاجه. دابا الا شتي دابا البحريه ملي كيكبروا ما عندهم لا تقاعد لا والو. بالنسبه للفلايك الاخرين عندهم تقاعد وعندهم لاكيس وعندهم ديال الدراري، هذاك الشيء مزيان. المرسى مزيانه غدا ان شاء الله مازال عندها مستقبل كبير.